طب انا عايزه اقول لكم على حاجه ثانيه التي تخافون الاول الله عز وجل قال وعاشرهن بالمعروف ولا تبغوا عليهن سبيلا فان اطعنكم فلا تبغوا عليهم ان الله كان عليا كبير اعرف تكون فاكر نفسك انت الله عز وجل حط اسم العلي كبير عليك اوعى تكون فاكر نفسك صاحب سلطان وصاحب قوه وصاحب كذا لما سيحتلها دمها ولا اهنتها ولا تيجي واحده تقولك لك بيخليني في وسط اهله ويجي يتريق عليا يا دكتوره هاد ويخليني في وسط العيله ويقول له كده شفتوا كذا ولا تيجي امي ويجي اخواتي دي كذا دي كذا دي مش نضيف قول الفاظ يعني مش عايزين نقول كلمه يقول عليها مثلا كلمه متسخه مثلا ولا بتوسخ بيتها ولا كذا بس يوصفها هي وصف شخصي كده هو انت فرحان بقى وفاكر ان الامها لما تيجي تسمع ده منك بقى كده دي حاجه كويس دي ام دي ام زي امك كده لما بتروح هي مراتك تشكلها لها تقول لها راجل واحنا نعمل ايه وما تنصفهاش ما عشان كده لما انتشر من علامات الساعه اقسم بالله من علامات الساعه الكبرى انتشار الظلم تفشي الظلم في العالم ظلم غير ظلم عليها من جوه ومن بره ومن الاولاد وعدم كت... مراع... كل ده ما ده كل ده ظلم نخلي بالنا من الكلام ده بصوا بقى موضوع تتخافون تخافون نشوزهن اللي هي مش بتسمع ولا تطيع وزوجها يقول لها يمين تقول له شمالين يقول لها شرق تقول له ألف مليون غرب وصوتها عالي ومو بتشتم وبتبهدل ولا ولا, ولا تطيعوا في الفراش ما تمكنوش من نفسها هو كده اذا كان عاجبك دي ناشز نشوز الارض اي الارض المرتفعه كده حاجه كده شاذه بعيده عن كده اعمل ايه؟ بعظ فعايزوهن الاول انصح مره واتنين وتلاته وهات حد له كلمه عليها ابوها جدها خالها عمها اخوها الكبير أختها امها هات حد له كلمه عليها مره واتنين وتلاته طيب انت 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 خلاص قلت وعصت ومفيش فايده اهجرهن انا عايزه أقولك ان الهجر اعظم من الضرب المراه لما تيجي تتجاهلها والزوجه لما تيجي تتجاهلها ولا تقول لها السلام عليكم ولا تقول لها كذا كارثه وقاعد بعيد عنها وقاعد مش عارفه ايه عندها الضرب لا مش الله الضرب يعني يعني اعظم من, من ال 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 الهجر ده اعظم عندها من الضرب. سيء جدا على نفسيته وانا بقول لكم كده سيء جدا بتسمع من كذا امراه وكده تقول لك صعب صعب هو انت ليه ما بتردش عليا؟ هو انت ليه مش عارفه ايه؟ هو انت وانت هو انت ب... وتبقى يا عيني كده عشان يرجع يكلمها تاني. ده التسلسل العظم وبعدين النصح والارشاد ليها وبعدين اهجرها في المضاجع ولا تهجر الا في البيت مش قاعد عند امك شهرين مش راح عند اصحابك مش سافرت وسافرتك مش عارفه فين في الساحل مع اصحابك وكذا وتقول لي كذا وسيبها عمال يتفسح وسايبنا واسمك هجرتها لا يا ابني لا يا ابني الكلام ده مش صح الكلام ده مش صح النقطه اللي, اللي انا عايزه اقولها الثانيه بعصت ها هجرت خلاص مفيش فايده ضرب ضرب ايه؟ قال لك ضرب بس غير مبرح يعني لو لو الضربه جت كده ضربه جت كده ده بعد بعد الخطوتين دول النصح المعز والنصح والارشاد والايه والهجر في الفراش في نفس البيت مش سايب لها البيت وماشي ولو ما حصلش بقى ها ما حصلش منها اعتراض ما حصلش منها ان هي كذا اه لو علم السواك على جسدها الشكيك للقاضي الشرعي. وتغرم غرامه على الامر ده بتغرم انا بقول لك اهو وده وده دي وبعد عن الوجه مفيش حاجه اسمها بلاد سوداء تشتهى بالالم مش هضربهن لا غلط انت فاهم الدين غلط وتضر الدين وتضر دينك وتبقى مثال سيء لدينك وناس تفتن الناس في دينها تقول يا اختي والله ده الزبيب قد كده في وشه ولحيته قد كده اهو بيصلي في المسجد وماله؟ ما ممكن يكون واحد صالح في جزء لكن هو عنده جزء التاني عايز يتظبط ممكن يكون هو بيصوم وبيصلي اه, آه لكن لسه اخلاقه ما بقتش زي الصلاه لسه ما بنتش على الجوارح ممكن يكون صادق لكن مخادع مثلا في امر معين ممكن يعني يعني مش شرط يكون جايب كل الصفات 100% لكن مؤمن عدم قلت صفه ايمان تبقى انت صادق والمطالب ان انت تبقى كويس يعني مش بس صادق وبس لا انت صادق وانت امين وانت هو ده اللي المفروض نعمله